قبل أن نصل لهذه اللحظة، دعني أخبرك حكاية 2 مليون. قبل 4 سنوات من الآن، كنت أجلس في لحظة غروب أحدث أحدهم بما أطمح إليه، وكان من ضمن تلك الطموحات أن أصبح مؤثر اجتماعي جيد. فأجاب صديقي ضاحكا حينها: تحسب الأمر سهل؟ وإلا فالكل سيكون مؤثر حينها. فقلت: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبالفعل خطوت تلك الخطوة من مشوار 1000 ميل، وها أنا الآن أحتفل ب2 مليون أخ فاضل وأخت كريمة بفضل الله. فشكرا لك يا من تشاهدني، صدقا شكرا لكل من أحب العلم وأهله، شكرا لكل من ساهم في هذا المشروع الطيب، شكرا لكل من حضر اجتماعاتنا في كل جمعة، شكرا لكل من شارك وعلق وأعجب، شكرا لمن تغير للأفضل بما نشارك، شكرا من القلب. بكل أمانة ورغم الظروف والمسؤوليات التي كانت تمر علي كأي شاب مثلنا من دراسة وعمل وحياة بكل تفاصيلها، كان الجلوس معكم والحديث إليكم من الأمور المحببة لقلبي. كنت أحب جدا عندما أرى الإفادة في تعليقاتكم، تفاعلكم، أو حتى في عيونكم عندما أقابلكم هنا أو هناك. كنت أحب وما زلت ذلك الكوب من الشاي الذي أشربه برفقتكم. كنت وما زلت أحب كلمة يوتيوب في جدول أعمالي كل خميس. كنا وما زلنا نتعمد أن ننشر كل ما يبقى للمرء بعد موته، سواء لي كناشر أو لك مشاهد أو مشارك، فالأجر تقاسمناه معا بفضل الله عز وجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأتمنى من الله أن نكون وإياك بما شاركنا وشاهدنا ضمن هذا الحديث الشريف. اللهم آمين. من الجميل أن ترى الحب في عيون الناس، ولكن الأجمل أن تحب أناس لم تراهم بعد، كما أحبكم في الله. فأتمنى أن يجمعنا الله بكم في الدنيا في مكان ما، سواء فعالية أو مجلس أو لقاء عابر، المهم أن ألتقي بكم. يا أخي أحب أن ألتقي بك، وأنت بوجودك، بتعليقك، بإعجابك، بمشاركتك، هذا شخص يعني تحزن لعدم لقائه. قال لي أحد المؤثرين مرة عندما كنا 100,000 مشترك، قال: لماذا تعليقات متابعيك دائما راقية؟ يعني لا تجد سب أو عنصرية أو كره بين المتابعين، ما شاء الله طبعا. قالها بصيغة مستنكرة وأكمل قائلا: هذا الأمر سيزول عندما تصبح قناتك مليونية. أتذكر حينها ابتسمت وقلت بكل تواضع: أعتقد أن الطيور على أشكالها تقع، لذلك تعليقاتهم راقية. فلن تجد شخص يشاهد مقطع نتحدث به عن عظمة الخالق في موضوع ما، أو عن أساليب لتطوير الذات، إلا إذا كان هذا الشخص يحب ما يشاهد. صحيح، محب لتطوير نفسه، محب للتعرف أكثر على المواضيع الطبية والعلمية المختلفة، محب للعلم وأهله، فتعليقه هذا ما هو إلا انعكاس لما هو. واليوم يا صاحبي وصلنا 2 مليون مشترك، وانظر في التعليقات واحكم بنفسك، فأنتم بكل اختصار يرفع الرأس بكم. فإذا كنت سأهدي هذا النجاح لشخص سيكون أنت بكل تأكيد. نعم أنت يا من تشاهدني. بما أننا نتكلم عن النجاح والوصول، هل تسمح لي أن أحدثك عنك؟ أريد يا صاحبي أن تعلم أن النجاح ليس رقم. النجاح ليس رقم معدلك في المدرسة أو الجامعة، النجاح ليس رقم أموالك في البنك، النجاح ليس رقم من يتابعك أو يعرفك كما حالنا الآن، النجاح ليس رقم أي شيء. اعلم هذا الأمر جيدا. النجاح باختصار هو أن تصل لهدفك في النهاية بغض النظر عن أي أرقام أثناء هذه الرحلة لذلك الهدف. لذلك أريد منك أن تفكر في الوصول دون أن تنظر لأي أرقام، لأنك على الأغلب لديك هدف على الأقل تسعى له في حياتك، مثلا زواج، عمل، وظيفة، دراسة إلى آخره. الأهداف كثيرة في الحياة، لذلك تجد بعضنا حفظه الله لا يدرك أن النجاح ليس رقم، ربما من كثرة تعثراته أثناء سعيه خلف أهدافه وعدم قدرته على الوصول لهدفه بأسرع وقت بسبب رقم، لأنه يعني يعتقد أن النجاح رقم، لم يستطع الوصول لهدفه في أقل مدة رقم، في أسرع طريقة رقم. أصبح هذا الشخص يزعجه أي نجاح حوله، أصبح لا يحب الناجحين. لذلك قلت لك يا صاحبي أن النجاح ليس رقم، يكفي أن تصل في النهاية، النجاح هو الوصول. لذلك لا تهتم لمن وصل قبلك، وابقي تركيزك على الوصول فقط. فيا صاحبي هل تعلم أن هناك فن للنجاح يسمى فن الاستسلام؟ عندما تجد نفسك غير قادر على النجاح ضمن رقم معين، أنت أمام حلان.
إما أن ترفض فكرة أن النجاح رقم، مثلا تستمر في المثابرة والاجتهاد للوصول بغض النظر عن أي أرقام ضمن هذه الرحلة، أو أن تتقبل الواقع المرير، يعني فن الاستسلام. يا صاحبي، لا تسمح لأحد بأن يقنعك بعكس ما أنت مقتنع به، فلأي هدف يمكنك الوصول؟ فقط آمن بنفسك وتوكل على الله. في النهاية أحبتي في الله، أحببت أن يكون هذا المقطع احتفالا بهذا الوصول وتذكيرا لنا بأن النجاح ليس رقم، فاستمر في محاولاتك واستمر في اجتهادك حتى تصل لهدفك، ووالله ستصل له بالاجتهاد والمثابرة، وأنت لها وأنت تعلم ذلك. شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله. A few moments later.